معرض حكاية السوق هو معرض تصوير معاصر بقدم جوانب مختلفة للحياة اليومية في أسواق فلسطين التاريخية، ورح يقام في 7 معارض بين 24/6 ل 2/7، ورح يقام طبعا بالتزامن يعني بين 7 مدن، بين مدينة غزة، يافا، عكا، نابلس، القدس، الخليل ونابلس. صنعنا دولة من خلال هذا السوق اللي صار فيه مفاصل كثيرة ما بين مصورين ومتطوعين ومساحات ومدن وقطاعات كثيرة استفادت من هذا المشروع، سواء بشكل مادي أو شكل معنوي فني بصري، لنعرض فيه تجارب وقصص وحكاية السوق. الحياة اليومية في السوق كيف شكلها؟ كيف طباعتها؟ كيف ممكن للمصور الشاب يرصد هذه الحكاية من خلال صورة؟ وهذا مش كتير سهل، يعني بتطلب منه كتير مجهود وبحث ليقدر يصل كيف من خلال صورة فوتوغرافية ثابتة بيثبت فيها الزمن والوقت والضوء وينقل مشاعر وأحاسيس وقصص الأسواق. وبالتالي كان الموضوع مش كتير سهل، وبالتالي اشتغلنا مع المصورين الفوتوغرافيين كتير من الوقت، أخذنا كتير وقت نحكي معاهم ونحاول نلخص أو نفسر لهم كيف المفهوم تبع السوق، خاصة إحنا عم نحكي على الأسواق التاريخية في المدن السبعة، وإنه في بعض الأسواق زي يافا على سبيل المثال قد تكون غير موجودة أو هي أصلاً مش موجودة الآن، وهناك مشاكل في كيف انك تفهم الناس او تشرح للناس انه في اسواق اندثرت، في اسواق تغيرت، في اسواق صار المصالح اللي فيها مختلفه. طبعا بالنهايه يعني بنشوف انه المشروع هو ممكن يكون كمان نموذج يعني امل الشباب والتشبيك يعني ما بين الحركات وبين كل الطاقات الشبابيه، ان كانت يعني طبعا من المشروع كان في كل اللجان اللي هي اما مصوره او قيمين او شركاء فعالين، فبالاخر يعني نشوف انه كل هاي يعني الشبكه اللي تشكلت هي بداية أو انطلاقة متواضعة جداً لكمان يعني فعاليات ونشاطات اللي هي ممكن تكون بهذا الشكل لقدام.